لما نيجي نتكلم في تفصيلة سلاح سام 6 مثلا. سام 6 انا لقيت قصه غريبه جدا والاغرب ان هي موثقه، يعني هي منشوره في الاهرام ساعتها، ان طبعا احنا كانت مساله الصواريخ سام 6 دي الناس كلها بتتكلم عنها على القهاوي وبسبب بطولات الجيش المصري في في 73، لدرجه انه الفنان الكبير شكوكو عمل اغنيه مغرم صبابة يا بابا بثلاث ستات، 6 اكتوبر وسام 6 وست ساعات. في مواطن مصري سمع الاغنيه وكان طول الوقت سام 6 بقى حاجه جميله، لانه يعني انا رايي انه وده مش شخص، ده موجود حتى في كل مذكرات العسكريين، انه الجندي المصري برع في استخدامه احسن من اللي صنعه نفسه. ففي مواطن مصري راح يسمي ابنه فقرر يسميه سام 6 عبد اللطيف. لا والله، ودي وقعه منشوره في الاهرام، يعني انا بتكلم على جورنان معتبر ومعتمد وفي الصفحه الاخيره وكل حاجه. قرر انه يسمي ابنه سام 6 عبد اللطيف محمود. فبقى سام 6 ده راحوا فالراجل في السجل قال له يعني اكتب سام 6، فراحوا للمدير بتاعه فقال له هو ينفع نسمي سام 6؟ بص الراجل كده وقال له هو عموما ما ينفعش، بس عشان اللي بيعملوا سام 6 معانا احنا موافقين. وسمى الولد سام 6 وقال له ربنا يجعله لك زي الصاروخ. فكمان المساله اتعاملت بتفاؤل، فده يقول لك الناس كانت متلاحمه مع المعركه بشكل متجاوز الشكل التقليدي، يعني احنا طول الوقت بنجيبها ان هم كانوا في رمضان اول ما سمعوا اول بيان الناس حضنت بعض، الحقيقه ده ما حصلش خالص، يعني ده مشهد سينمائي بس. طبعا الناس ابتدت تتفاعل مع الحرب من البيان السابع. البيان الاول والثاني والثالث دي كانت، البيان الاول اصلا ما كانش فيه حاجه، البيان الاول كنا بنقول ان هم اللي بيهاجموا علينا مش العكس، لانه كان مراعين المعايير الدوليه والخداع الاستراتيجي العظيم اللي اتعمل في حرب اكتوبر، وبالتالي فالبيان الاولاني لم يقل شيئا، احنا بس بنوثق في حاجه حصلت بس مش عارفين ايه هي. في البيان الثاني ابتدينا نقول ان في مناوشات، يعني حاجات رايحه جايه. في الثالث يعني يبدو ان احنا بنعمل حاجه. الناس متعوده على البيانات دي، يعني اللي عاش الفترة من 67 ل 73 وبيسمعنا دلوقتي هيعرف انه ده عادي، ان احنا طول الوقت كنا بنعمل عمليات حرب الاستنزاف، عمليات عظيمة جدا وبيتم الاعلان عنها بشكل او باخر، فاحنا متعودين. هنوصل للبان السابع، الناس هتبتدي فعلا تتفاعل وتبتدي ترقص وتبتدي تحتفل وتبتدي الراديو يتحول لاهم حاجة في حياة المصريين في الوقت ده، والناس كلها ملتفين حوالين الراديو لانه التلفزيون غالي وعند ناس معينة، وحتى القهوة نفسها مش أي قهوة عندها تلفزيون عشان تقدر تروح تفرج عليه على القهوة يعني، وبالتالي فأنت مستني أي بيان. فالناس تحولت لأنه ودنها ملتصق بالإذاعة المصرية اللي عملت دور عظيم بالمناسبة في التوقيت ده، وأنه في مراسلين من الإذاعة المصرية طبعاً راحوا طبعاً للجبهة، زي ما في صحفيين كتير راحوا للجبهة ووثقوا لحظة بلحظة اللي بيحصل، وكانوا مقاتلين مش بس التوثيق انه بالقلم او بالميكروفون، لا هو كان لابس لبس مقاتل ومعرض انه يتقتل، يعني دي جزء ان احنا للاسف في الدراما ما بنقولوش خالص. ما كانش لابس زي دلوقتي بيبقى فيه زي بتاع الصحافه ويبقى مكتوب عليه ان ده صحافه وخوذه مكتوب عليه انه ده صحافه، لا هو لابس الزي القتالي. والحقيقه حتى لو عليه زي مكتوب صحافه الحقيقه العدو ما كانش بيهمه الكلام ده خالص. يعني ده ربنا يوفقك معاه، يعني صحافه هبقى ده واشوفه حاضر ماشي بعدين. لكن فما كانتش دي، فكان بيروحوا لمناطق خطر جدا. استاذ جمال غطواني راح لاماكن خطر جدا صحيح. في التعامل، وبتشوف ابطال لو هم صادف حظهم ان هم اتولدوا في امريكا كان هوليود ما وراش غيرهم، يعني ابراهيم الرفاعي ده اهم من كل الافينجرز اللي عملوها في حياتهم. وده عمليات حقيقيه مش على الورق، مش بطل من ورق صحيح. مش بطل من كرتون، لا بطل حقيقي، مش خيال هوليودي يعني. مش خيال هوليودي، وانت عارف انه في النهايه للاطفال، ده للاطفال والكبار ولكل حد يقدر يستوعب ان ازاي حد زي ابراهيم الرفاعي عمل بطولات خلف خطوط العدو، وانه كان رغم انه قائد كبير وانه كان عقيد في الوقت ده صحيح، لكن كان بيصر انه يروح بنفسه. ويمكن انا كان عندي الحظ ان انا قابلت زوجته واولاده وعملت معاهم حوار من كام سنه، ففكره انك شخص بيروح يصر يبقى في الصف الاولاني
بيصر انه يمشي واقف رغم انه العمليات طول الوقت اللي خلف خطوط العدو لازم تبقى بتزحف عشان توصل للمكان اللي انت عايز تروحه. لا طبعا. هو بيفضل ماشي على رجله عادي جدا وهم قراب يزحفوا. فلدرجة حتى أحس إن هو بطل من الأساطير الإغريقية يعني. جدا جدا. لدرجة أنا بسأل حد من أبطال المجموعة بقول له طب إزاي ما هو هينشوه من قبل ما يطلع يعني ما هو ماشي. قال من كتر ما هو ماشي ما حدش مصدق إن في حد ماشي. ما هو ما حدش يمشي هنا. فيظن العدو إن دي أكيد ظلال أكيد خيال أي حاجة هلوسة. غير إن في واحد قرر يمشي على رجله ويجي لنا برجله يعني دي مسألة أكيد مش هتحصل. الأنقح إنه كان بيصر يتصور في العمليه ففي صور للعمليات فكمان فلاش الكاميرا ده في العمليه ده خطر جدا. لا احنا كمان هنتصور بس احنا على ارضنا. انت اللي غلطان انت اللي جاي ارضنا فانا من حق اتصور ومن حق امشي على ارضي وعمري ما هوطي راسي في ارضي. فالقيم دي اللي كان بيزرعها قائد زي ابراهيم الرفاعي في مجموعه 39 قتال وكانت مصر كلها بقت بتتكلم على البطولات لان كل بيت في مصر كان ليه حد في المعركه. صح. سواء كان لي جندي في المعركة بشكل واضح أو هو نفسه شارك لأن أنواع المشاركة إحنا طول الوقت حاصرينها في المشاركة العسكرية. لا إحنا الحقيقة عندنا ناس شاركت بالدم. مفيش تقريبا مصري ما تبرعش بالدم في التوقيت ده. مفيش حد ما راحش يشتري يا إما سند الجهاد يا إما يتبرع ومش عايز سند جهاد يعني مش عايز حتى إن يبقى فيه وثيقة يعني يتبرع للتبرع بس ويتبرع بكل أنواع التبرعات. يعني في ناس تبرعت بالصابون يعني في بنت صغيرة قررت تروح تتبرع بقطعة صابون وعلبتين سجاير فبيقولوا لها إيه التبرع الغريب ده؟ قالت لهم أصلا أنا بشتغل بنت حارس عقار فشغلتي إن أنا أروح أجيب الطلبات للناس في العمارة فقررت إن كل الفلوس اللي هقدر أحوشها من الطلبات دي أجيب بيها حاجات للجنود فدول قدرت أحوشه. فأنت متخيل أنه الطفلة صغيرة بنت حارس عقار مش هنتكلم بقى على التعليم ومستوى المش عارف إيه والثقافة فإزاي دي ما تقدرش تقول أنها شاركة في القتال؟ شاركة طبعا. بالإضافة أن احنا طول الوقت حتى بنتكلم على حصرين المشاركة على فئات بعينها كل الفئات شاركت يعني ضروري طبعا الرجالة شاركوا الستات شاركوا مشاركات عظيمة جدا عندنا الاطفال شاركوا وفي يمكن انا حتى عامل فصل في الكتاب اسمه المجهود الحربي للاطفال الناس هتستغرب جدا من فكره انه ازاي اطفال كتير شاركوا في الحرب ودفعوا فلوس وعمل ازاي الناس حتى قللت السكر بتاعها في الشاي واكتفوا بحلاوه النصر. يعني فكره ان انا هشارك بان انا هقلل السكر بتاعي خد بالك احنا حرب في رمضان فعشان تفطر انت بعد الفطار عايز تعمل بقى الحلويات وعايز تنبسط وعسل وغرقانه في العسل والحاجات والكنافه والقطايف والقصه دي ازاي المصريين هيستغنوا عن ده كويس حته جمله قللوا السكر واكتفوا بحلاوه النصر صحيح.